بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عصيت ربي عذاب يوم عظيم الله من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده ما شاء الله العظيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله في مسجد
American, this is Arabic here. Turkish coffee. This is Turkish coffee. Very good. Irregular coffee. You should try it. Haga, Turkish coffee. إذا في عنده اعتراض على قولي معناته هم يمشوا بعده لا زالوا يمشوا مع جهة معينة لأنه ما يمشوا مع السيارة فإذا عنده دفاع ضد المولي نحن على دفاعه على والله أجمل شيء سمعته في هذا المؤتمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بميلاده بالسيارة يعني شوف أول مرة الواحد يعني أنا أعرف هذا الحديث يعني لما سألوه بماذا الرسول الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه نعم ولكن الناس ما عملوا الانضباط يعني وهذا العلماء يعني I took three. Thank you. Inshallah, one comes in. نعم. كان رسول هو ربط المولد الإثمان الذي بالمولد بصيامه ليوم الاثنين يعني هذا إثبات بأحق يعني نرجع لحلوحي السيد الله عليه وسلم العصر أشرف موجود وأرض موجود وأحسن موجود وأفضل موجود الوهابية محمد عون الله قدوة الحسن قدوة الحسن حبيب رب العالمين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم واطرح البركات فيما فضل وارزقنا بعده بالعجل وسر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بالعجل ولا نطير ولا على رأس جبل بالعجل الله أكبر الله عليك بالحلال حاج عبد اللطيف الله عليك بالحلال حاج عبد اللطيف الله عامل الملوخية إن شاء الله محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد إنك هادي الشفيع أمين الوحي مرشدنا محمد بادرنا بل أنت الشمس
بنورك ضاءت البدحة محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد تمت النبعة علينا بمولدك المكرم يا محمد محمد ثاوية غل كنت حقا بمكة قبل بعثك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم المولى السلام عليك يا شيخ عليك السلام ورحمة الله وبركاته عندنا مولدين ان شاء الله ب20 و21 ندعوكم ان شاء الله ابشر خلاص اه حاضر يلا هذا هذا بيت النور ها بيت النور سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا بكرة الله سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا توتر علينا وردنا وارض عنا يا كريم اللهم إنا نسألك بلا إله إلا الله أن تهب لنا سعة الأخلاق وقت الحرارة والنزاع وتب على من عصاك فأنت للطالبين مقصد عند سؤالهم إلى جنابك الكريم ونزهنا عن مجالسة الأغيار ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إنك على كل شيء قدير وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن
كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الفاتحة
أهدنا توابنا وقرأنا وهدينا توابنا سبحنا وصلينا إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقبلنا سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أن يتشفى ودفع البلاء ورفع الغلاء ونصر على العداء على أن يصل الفتوى والفرج عن المسلمين أموات أموات المسلمين ولنا معهم المؤمنين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ هشام كنت حاضر. الله
Assalamu alaikum, Sheikh. Alhamdulillah, going to Guadeloupe today? Monday. Monday. Sure. Congratulations, both of you. Congratulations. Sajita! Hello! Salaam alaikum! Even he's keeping the camera. It's alright. Here's this one. He knows something. Salaam alaikum! She just sailed a boat. One of my sisters actually is sailing a boat. It's like a 60-foot boat. What's up, man? I'm going to ask you to do what? What are these? For 1 week. Oh, God. Who's is it? Mine. You want to? Yeah. We don't have one because we're going on Alaska trip. We don't have any video cameras. Ah, oh, you can ask me to come. I can come. Smart. Smart of us. Well, maybe we'll book you a ticket. What? As you like, Sheikh, just write the check. What? What? I write a check. Oh, really? Oh, well. You think? Children's Aeroplane Elite Members and Business Class. General boarding will start in a few moments. Thank you. Mm-hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين